بداية الدواء زي ما قلنا هو سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها. في الفترة اللي فاتت شهد السوق المصري نواقص وصلت إلى 1460 صنف، معنى إن الأدوية نقصت بهذا الشكل. كان بتجينا شكاوى كتيرة جدا من بعض المرضى بإنه بسبب نقص الدواء كان لابد من تدخل النقابة، وبدأنا نقدم مقترحات إلى وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء. يوم 26/4/2016 تم التقابل مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في جلسة ثلاثية للتباحث حول ارتفاع سعر الدواء وحل المشكلة. كان لابد ان احنا نضع رؤية وهي تحريك سعر الأدوية. تحريك سعر الأدوية بما يحافظ على بقاء الأدوية المصرية رخيص الثمن، وديت يعني أدوية استراتيجية بدأت تقل من السوق. الدواء ابو 2 جنيه و 3 جنيه و 5 جنيه اصبح مش موجود. فكان لابد من التحرك لتحريك الدواء لبقائه. تاني حاجة الحفاظ على الصناعة الوطنية. تالت حاجة وهي الحفاظ على خروج العملة الصعبة من مصر. فكان لابد من اتخاذ قرار. يجدوا الناس ان هو قرار متسارع، لا، القرار ده تم دراسته لمدة اكتر من 4 شهور، ودرسنا عدد الاصناف والاصناف اللي هي المفروض هتزيد، والنقص ده هيأثر على اني ادوية. النهاردة الدواء المصري ابو 5 جنيه لما يزيد 2 جنيه ويبقى 7 جنيه افضل 1000 مرة من انا باجبره على شراء الدواء مستورد يصل سعره الى 30 و40 جنيه. ومش بس ان هو بيرتفع سعره 30 و40 جنيه، لا، ان هو بيخرج العملة الصعبة من مصر لبره، بيدمر صناعة وطنية. فكان لابد من تحريك الأسعار.